ظل الحرب ما يزال ثقيلا في مدينة المخا. الانتشار العسكري وخواء المدينة سمتان بارزتان بعد مرور أكثر من عام على دخول القوات الإماراتية وتموضعها في ثاني أهم ميناء يمني على ساحل البحر الأحمر. لا يزال العشرات من ضحايا الألغام يتوافدون على هذا المستشفى في المخا لتلقي العلاج والحصول على أطراف اصطناعية لتعويض ما فقدوه نتيجة حوادث الألغام التي لا تتوقف على امتداد مسرح العملية العسكرية فيما يعرف بالساحل الغربي. الجزء هذا جزء جراحي يستقبل الجرحى من أفراد الجيش والمقاومة وحتى من الطرف الآخر من الحوثيين، نستقبلهم ونقوم بالعمل اللازم كحالة إنسانية يعني. عاد هذا الشاب إلى مدينة المخا محمولا على آمال العيش في ظروف أفضل مما كانت عليه الحال إبان نزوحه وعائلته إلى منطقة في شرق المدينة، لكنه اليوم يواجه خيار العيش بإعاقة مستديمة بعد أن أتلفت الألغام قدمه وإحدى عينيه. اللي صار بعد ما دخلت المقاومة هنا قالوا المخا محررة، رجعنا احنا كنا نازحين، رجعنا وحصلنا لغم بالرمة، منطقة اسمها الرمة شرق يختول، قال حبينا لغم وعيني ورجلي تعورت، عيني وفي رجلي. وهذه الفتاة الصغيرة التي ترتسم على محياها ملامح البراءة والطفولة واجهت أيضا مصيرا مشابها، فقد انفجر لغم أرضي فردي بها وبأخيها لتواجه مصير العيش بقدم مبتورة، ولكن بشجاعة تكفي لأن تخفف عنها المأساة التي خلفها هذا الحادث. أنا مشي وأنا خي وبعدين دعست وقرحت. التخلص من الألغام يحتاج جهدا أكبر من مجرد الاستعراضات التي تقوم بها قوات كهذه، فلدى الجيش الوطني خبرة أصيلة في التعامل مع الألغام ونزعها، كما يجري في معظم الجبهات التي خلفت فيها ميليشيا الحوثي حقولا كبيرة من الألغام. ضحايا الألغام الكثر في هذه المناطق وفي غيرها من مناطق اليمن تبقى أكثر عوارض الحرب والعنف سوءا، والتهديد الأخطر الذي لا يزال يحصد العشرات من المدنيين الأبرياء في وقت تبدو البلاد فيه بأمس الحاجة إلى تخليصها من هذا الخطر.